السلام عليكم، معكم محمود وجمعة مباركة عليكم جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان ربي العظيم. نبدأ الحلقة على نغمة كده حزينة. بسمع كتير من ناس كده في لحظة تجلي وهدوء نفسي يقول لك على فكرة حياتي ما فيهاش حاجة صح. أقول له ليه حياتك ما فيهاش حاجة صح؟ ده أنا مش شايف غير الصح، أنا شايفك مبسوط، هادي النفس، بتحكي لي بقلب مفتوح، وشغلك ماشي، كله ماشي في حياتك، إيه المشكلة؟ وعايش في بلد مثلا أوكرانيا ولا روسيا، ويعني واضح إنك مرتاح بقالك سنة سنتين، ولو كان في حاجة كنا عرفنا. يقول لك لا لا لا، هو ظاهريا انت شايف ان حياتي كويسة ومستورة، ولكن في الواقع ده مش حقيقي. قول له ليه؟ يقول لي في الشغل غلط، في الزوجة غلط، في اختيار الأصدقاء غلط، في حتى معاداة الأصدقاء أو معاداة الناس عموما غلط، في قرار المعيشة هنا غلط، في قرار عدم المعيشة هنا برضو كان غلط. قال كل حاجة عندي تقريبا ماشية غلط. فأنا استشفيت كده يعني من اللي سمعناه زمان والحالات المشابهة، عرفت ايه الغلط اللي هو بيتكلم عليه، رغم انه يعني وصف لي او شرح باستفاضة طبعا وسمعته للآخر. ايه الغلط في كل الحاجات اللي انا قلتها دي؟ فعلا انت ممكن تكون الزوجة اخترتها غلط، او اخترتها في وجهة نظرك صح، ولكن بعد كده لقيت ان النتيجة غلط، او العائد او اللي انت عايش فيه دلوقتي غلط. بمعنى ايه؟ يعني ما بتسمعش الكلام، بمشي على كيفها، ما بقتش تعجبك، ما بقتش تحبك، ما بقتش تهتم بيك زي الاول، او بتهتم بيك كأنه واجب مدرسي. يعني خلاص الدنيا روتينية، فالزوجة مش على كيفك 100%، وحاسس ان هو قرار غلط، والاستمرار كمان غلط. العمل ممكن فيه حاجات حرام بتحصل، او حاجات حرام بتشتغل فيها رغما عنك، وانت مش حابب وزهقت، او كنت حابب ودلوقتي ما بقتش حابب، فالمهم برضو غلط. العبادة اخبارها ايه؟ يقولك والله بقطع في الصلاة، وما حتى ما بصلي ما بقاش مركز، وعموما بعمل ذنوب كتير وبتتعاد تاني، وزهقت من التوبة ومش عايز اتوب. يعني قالك ايه، الدنيا خربانة من هذه الناحية. فحتى الدين العبادة فيها غلط. قال لك كمان في حاجات عرفت ان انا كنت باكلها وبتاع، ده المفروض ان انا ما اكلهاش، فكلام حرام. الاكل قال لا اكل صحي، ولا عارف اعمل حتى اكل صحي، واللي وانا بعرف اطبخ بس مش عارف اطبخ، لان الزوجة دايما تقول لي مش عارف، ما تعملش ما تمسكش، ففي تصادم باستمرار. قال وماليش نفس اكل حتى، فحتى الاكل غلط ومش صحي. حتى ما بيلعب الرياضة غلط، وبيقطع كتير ويرجع تاني ويقطع تاني، وحتى التمرينات بتتعمل بأسلوب خاطئ، فبتهدر أكتر ما بتكسب. فحتى الرياضة غلط، حتى الزوجة غلط، حتى العمل غلط. العمل غلط زي ما قلت لك، إن هو مثلا بيشتغل ساعات كتير عشان يعمل فلوس أكتر، فيلاقي الفلوس دي طارت، فيقول لك طب ما اشتغلش كتير تاني ومش هاخد شيفتات زيادة، يقوم يلاقي الفلوس قليلة ومش عارف يدفع الفواتير أو أي حاجة عليه، ومراته تقول له مش هدفع لك تاني، فحاجات كده يبتدي ضغوط، والعمل مش مريحه اصلا، الوظيفة نفسها. الاصدقاء يقول لك كل ما اختار صديق واتمنه يطلع شمال، ويطلع لي حاجات خاصة، ويطلع خمورجي، ويطلع بتاع مخدرات وبتاع نسوان، ويوديني في داهية ويلففني وراه في الاقسام. كل ما حتى اعادي واحد اعاديه غلط، فيقوم يرد عليا ويبهدلني ويصدع لي دماغي. فحتى في الصداقة غلط، وفي المعاداة غلط. فأعمل إيه؟ قلت له يعني واضح إن كل نقطة محتاجة يعني بحر من الكلام، ولكن في كل ده، أو في السبع نقط أو في الثمان نقط اللي ذكرها، أقول له ده يعني أنا قلت النقط اللي هو قالها في الأول، بعد كده إيه زودت نقطة أو اتنين اللي هو نسيتهم في الأول. فالنقط دي كلها، لما حد يقول لك كل حاجة عندي في حياتي غلط، ده وقح، ده ممكن يحصل. ان انت بتبقى متلخبط، بتجري في الحياة، بتتكعبل في حاجة، فبتروح داخل بوشك في الحاجة اللي بعدها. ف
فالحاجة اللي بعدها عايز تقف، تروح داخل برجلك بالغلط في الحاجة اللي بعدها، فكله بيتكسر. عارف زي ال يعني زي السكران اللي عمال يتخبط وخلاص ويقول لك انا بقالي كده سنة ولا اتنين. يقول لك حاولت برضو ان انا دراسة اخد كورسات او اخش جامعة ادرس، قال لك فشلت من اول سنة معرفتش اكمل. يعني حاجات كتيرة حاول الشخص ده يعملها، يقول لك انا مش ساكت انا بتحرك، ولكن في الاتجاه الغلط وفي التوقيت الغلط وبالاساليب الغلط. طيب انا لما اجي مثلا انا شخصيا اجي اقول لواحد كده ايه، انا عارف حياته واقول له على فكره انت حياتك كلها غلط، كذا وكذا وكذا وكذا، اتجوزت غلط، اشتغلت غلط، بتلعب رياضه غلط، قرارك انك تيجي البلد غلط، قرار استمرارك في البلد غلط، ان انت مش عارف ايه غلط. ده انا اسود له حياته، يقول لك ايه ده كل حاجه غلط، ده انا هصلح الحاجات دي في كام سنه، ده انا اموت قبل ما اصلح حاجتين ثلاثه على بعض. حاجه من الاثنين، يا اما هيقتلك وينتحر بعد كده، يا اما يروح هو ينتحر لوحده او يكمل حياته بقى بشكل يكفر فيه اكتر. لان كل السبع تمن نقط اللي انا قلتهم دول فيهم اجزاء تؤدي الى الكفر، او سبب العكننه فيها هو جزء من الكفر، ان انت بتستعين بحاجه غير الله سبحانه وتعالى في حل مشاكلك، فبتستعين بحد فيغرقك زياده، تستعين بفكره جايه لك برضه من فكره شيطانيه فتغرقك زياده. لكن هل استعنت بالله مره واحده في حتى في العباده في الرياضه في الحاجات البسيطه اللي هي بتعملها في بيتك كده محدش دريان بيك؟ لان الرياضه لو عملت اتنين ضغط وكام بطن وعملت شويه تمرينات كده وبتاع وشويه بوكسات، مرنت نفسك كل يوم كده نص ساعه ولا تلت ساعه الصبح و20 دقيقه مثلا كده ايه قبل العشاء، إيه خلاص الدنيا حلوه جدا ومش طالب منك حاجه اكتر من كده. ولكن حتى دول ما بتعملهمش. طب الصلاه اللي هي مثلا بتاخد منك 40 دقيقه ولا 35 دقيقه في اليوم كله بالنوافل بالسنن بكله، يقول لك مش عارف هلاقي وقت بصراحه، لكن بتلاقي وقت تتفرج على حاجات، بتلاقي وقت تكلم في حاجات، بتلاقي وقت تقابل ستات في كافيهات، الوقت بنلاقيه حلو قوي في الحاجات دي. طب ما قلتليش ليه ان بالمره علاقتك بالانسات او بالبنات اللي انت بتعرفهم برضو مش حلو؟ ما نسيت تقولها مثلا، نسي يقول لي الجمله دي، يقول لك ما برضو كل ما اعرف واحده شمال تطلع شمال. طب فيعني بيبقى في شخص كده ما شاء الله ربنا مبارك له في حاجات كتير، ولكن هو مش محترم الحاجات الكتير دي وبيدنسها تحت او في الارض في العمق، في بيدني نفسه لتحت او بينخفض بمستوى كفاءته اللي ربنا حطه عليها، فيبقى سبحان الله هو نفسه مش راضي عن نفسه. هو يبص في المرايه كده يقول لك يعني يحس ان هو مسخ، يقول لك انا ولا شيء انا ولا حاجه. في ناس كده تقف قدام المرايه يقول لك انا وقفت قدام المرايه امبارح وقعدت اسمع اغنيه اه لو لعبت زهر، وفعلا ويا مرايتي يا مرايتي، لو تلاحظوا في اغاني كتير طالعه ايه، يا مرايتي يا مرايتي يا شايفك يا مرايتي ومش شايفك يا مرايتي. فاللي هو الانسان لما بيكتئب يخش في الدور اللي انا بكلمكم فيه النهارده ده، ويبص في المرايه يقول لك انا ولا حاجه، انا كل حاجه بايظه عندي، حتى العباده بايظه، حتى مع الزوجه بايظه، حتى مع اللي بعرفها من ورا مراتي والصديقه والبتاع بايظه، كل واحده اعرفها شويه تاخد مني خيري وتقلبني. عنده الكونستراكشن بتاع حياته كده مخوخ، اللي هو حاسس ان العماره ممكن تقع في اي وقت، وهو خلاص مستبيع يقول لك انا ممكن اموت في اي وقت واخش على النار وش من غير حساب. فاللي هو في ناس قالت لي كده بالمباشر، يقول لك بص انا لو مت حالا مفيش خلاص على هناك من غير حساب. استغفر الله العظيم، محدش عارف رحمه ربنا ايه، مش جايز تعمل حاجه. يمكن خوفك من ربنا وان انت عارف انك هتخش النار ده ممكن هو اللي يشفع لك، وربنا سبحانه وتعالى كبير بس ما تعتمدش على كده. المهم فايه الحل؟ لما حد يقول لي كده وبتاع وتكئبه وبتاع، لا لا، ما دام في توبه، ما دام انت عارف غلطك خلاص دي ارضيه حلوه جدا، تعالى نبدا بقى. يقول لك بس انا اعمل ايه في اللي فات؟ معلش ربنا هيبدله لك حسنات لو ما كنتش غلطت في حق حد ومضطر ان انت ترجع الحقوق وترد المظالم وتنيب الى الله، ان يعني يا رب يعني لو انا مش قادر ارد المظلمه ساعدني علشان اردها والناس يعني تسامحني. اي حاجه تانية بقى، نقص صلاه، نقص عباده، نقص في الرياضه، زوجه نشوف غيرها او هي تتعدل، ربنا يعدل لك كل حاجه سبحان الله. عدل الحال تتغير لك الاحوال.
يعني انت عدل من حالك الخاص، هتلاقي احوالك اللي حواليك كلها اتغيرت. ايه ده، الزوجه دي اللي كانت مش طايقاني دلوقتي بتحبني وبتعمل لي اللي انا عايزه، ودلوقتي شغلي اللي انا مش طايقه وطردوني منه جالي شغل احسن منه، الرياضه اللي انا قلت خلاص جسمي باظ ومش عارف العب رياضه لقيت نفسي قدامي صاله رياضيه وعرض ب 2000 روبل في الشهر، حاجه ببلاش كده، وتعالى واوفر ويلا لمده 5 ايام علشان البلاك فرايداي، وبخش وصالة حلوة جدا وبلعب وعندي حماسة، التغذية بتاعتي اتحسنت، علاقتي بصحابي اتحسنت، تلاقي صحابك اتغيروا كمان. ليه؟ لأن أنت قررت من جواك يا رب أنا عارف إني غلطت وعايز أصحح ده كله ومش قابل الغلط ده كله، وحياتي كلها لازم تتظبط يا رب بأسرع ما يمكن، يا رب أعني وفقني إلهمني اهدني ولا لا تخذلني يا رب. يعني ساعات في ناس يقول لك ايه، اقسمت عليك يا الله الا تخذلني الا تردني خائبا الا ترد دعائي يا رب، اللهم بالله عليك، يعني اقسمت عليك، بتقسم بالله على الله، يعني هو في قسم غير بالله؟ ف ولو ان في القسم يعني في حاجات كتير، يعني ربنا اقسم بالعصر وليالي العشر والشفع والوتر والتين والزيتون، يعني ربنا اقسم باشياء كثيره. المهم هي القصة بتاعت حياتك كلها هي عزيمتك اللي جوه قلبك، عزيمتك اللي بتخلي القلب ينبض بشكل مختلف. دكاترة القلب دايما يقولك انت بتلعب رياضة، يقولك لا طب مش عارف ايمانيا اخبارك ايه، يعني ده الترند الجديد، يعني يقولك بصلي وبتاع ده، يقوله لا لا طب متصليش، يقولك ايه قلبك ضرباته متسارعة بشكل غريب. طبعا انتوا عارفين ان مش عارف كل الناس عارفه ولا لا، كل ما ضربات القلب تكون سريعه كل ما ده يكون ضعف، يعني دي مش حاجه حلوه. انت ضرباتك يعني انت هادي في الوضع العادي تلاقي ضربات قلبك سريعه اسرع من المعدل الطبيعي، والرياضي بتلاقي ضربات قلبه اقل. لذلك اكتر حد رياضي يقول لك مثلا ايه 28 نبضه في الدقيقه يبقى كويس، 28 او 27 او 21، لكن حد نبضاته بقى ايه 57 و46 لا، ده حد متوتر، حد خايف، حد مش رياضي، لأن القلب عضلته مش قوية. فالضخة الواحدة المفروض إنها الرياضي عضلة قلبه قوية، الضخة الواحدة بتضخ الدم المطلوب، فيقول لك مش عايز تاني تعال لي بعد 2 ونص. في واحد تاني يقول لك لا هات لي نبضة تانية فورا، أنت ما الدم مش واصل، يضرب ضربة تانية تالتة رابعة. القلب زي ما هو مركز الجسم، المخ مهم جدا ولكن القلب أهم منه، لأن القلب ليه بصيرة، ليه عقل، ليه قرار. دايما أقولك ربنا هيحاسبك على قرارك. كنت فاكر إن القلب مجرد حاجة عاطفة بتشوش قرار المخ، لكن طلع القلب هو المسؤول عن كل حاجة، هو اللي بيحاسب ويتعصر، يطلع منه إيمان أو يطلع منه كفر، يطلع منه نور أو يطلع منه ظلامية. النور اللي احنا بندور عليه دايما في الحياة موجود جوانا. موجود جوانا ازاي؟ احنا اللي بنصنعه وبايدك تصنعه، ما تدورش على النور وسط الناس. في السجود تلاقي النور، في الدعاء تلاقي النور، وانت على جنبك يقول لك اصل انا تعبان ونايم، وانت نايم هتلاقي النور لو انت عايزه. القرآن الكريم موجود في القرآن، موجود في الموبايل، ممكن في الجوجل، ممكن تنزل ابلكيشن، ممكن تعمل اي حاجة توصل للقرآن وكلمات ربنا، وتعرف الادعية اللي ممكن تقولها، وقول اي حاجة ربنا سبحانه وتعالى لما بتدور على اي حاجة في الانترنت عنه، ربنا بيبعت لك اول ايات واول صور واول احاديث بتوصل لايدك وانت بتدور في النت، هي الحاجة اللي تنفع لحالتك، ما بتجيلكش صدفة، ما بتجيلكش عشوائي. ربنا بيبعت لك رسالة أو فيديو معين لحد معين يكلمك في حاجة معينة هتلاقيها تخصك. دور في مخك، دور في حياتك، يمكن تايهة عنك، هتلاقي إن الكلام بالظبط جاي لك مقصود مش جاي عشوائي. فتأكد يا مؤمن إنك كنت بتشوف الفيديو بتاعي ده أكيد ربنا أنطقني بيها لسبب ما، لأوصل لك حاجة معينة. اسمعها وأمرك لله، يمكن تنفعك مش النهاردة، يمكن بعد أسبوع، يمكن كانت تنفعك من أسبوع فات، الله أعلم. المهم انك تفهم الرسائل اللي ربنا يبعتها لك، مش عن طريق خلال مش من خلال عبد الله بس، ولكن من خلال كل الوسائط اللي بتعدي عليك، مش بس في الانترنت ولكن في الشارع في العمل. يجي حد يعمل مثل قدامك او يعمل مصيبة قدامك علشان انت تتعظ، لان انت كنت داخل على حاجة شبهها، او كنت في حاجة شبهها وتصرفت غلط، فربنا بيعلمك الصح ايه. ربنا ارزقنا البصيرة وحسن الفهم للرسائل اللي بتتبعت لنا. في نهاية الحلقة
انا قلت لك الحل وقلت لك العيب، انت هتعمل ايه؟ هتعمل الصح ان شاء الله. سبحانك اللهم، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.